عمرني هذا شنو بيتش؟ هذا بيتي بس مو أنا حاصل يعد ورثة هواي من ذيك المرحومة 9. أنت ست كم يتيم عندك حاليا يعني؟ البيت؟ عدي 4. إيه بالأصل كل مش قلت كم؟ 6 وما وزوج. 3 4. نعم زوجته. 19 4 أنا البيت؟ إيه. زي بالمدارس؟ إيه عدي حيدر طالب مساعد. زي بعد أول. والبنية متوسطة ثانية. والاثنين بقية. الثانية متوسطة، البنية متوسطة ثانية. ايه. والوليد هذا صغير 5 اعداد. زين. خامس ابتدائي. زين، انت راتب هاي عندك؟ لا الله شاهد كل شيء معي. زين، انت ما تعرفين في صفة حرفة في الشغلة اللي بديت تشتغلين؟ ما لا طالع لا ماشي كل شيء معي. بيا سنة توفى ابوك؟ بهاي السنة اللي فاتت. شنو سوى فاته؟ عجز على الدب القلب. انت شنو اسم معتازته؟ معتازه صابر وثلاجه. ايش فيها ثلاجه؟ ثلاجه يعني ما حتى لو ما في ما اذكر في جهاز صغيره وتلفزيون ومبرد هم عاد بالصيف. زين ما عندك واحد معوق واحد مريض؟ لا ما عندي بس مثل ما قلت لك حادث سياره رجله. ظلت يعني بيها عوق. زين شو مدرسه مسلم؟ لا ترك من اثر. زين شو يشتغل؟ ما يشتغل. من اثر رجله ما عرفت زين ان شاء الله الخير يشوفون حالتك ويشوفون شنو وبالخير قدم رب العالمين. رحم الله والديكم انتم تروحون للايتام والله يوفقكم.